السلام عليكم دي زير بوي بيج رياكشن رجع لكم ولاد برياكسيون جديده كالعاده والعوايد الموسيقى موجوده صاحبي وقلنا لكم انا باش نفلتوا حتى جديد سواء طلبتونا في الموسيقى والا لا بقدره ربي ديما في وجوهكم سماره كما قلنا هبط لنا زوز تراكيت هبط لنا سورو تورو ديجا جاتكم رياكسيون وعندكم سماره تفيتا هو وام سي ارتيزان اوتوماتيك الاولاد ليتس جو نشوفوا شنو هي الفوضى نشوفوا شنو هي اللغه صاحبي جايين باش نعملوا الجو جايين باش نلوجوا على الفايب الاسمر سمعنا هو ام سي ارتيزان ديجا سمعنا اول تفيته في شين ام سي ارتيزان الاولاد حاجه تعجب مادام تعجب غادي مادام باش تعجبنا لهنا صاحبي من الاخر ليتس جو يلا بينا الاسمر سمعنا صاحبي ام سي ارتيزان كيف كيف جايين على الجو الاولاد ركزونا في الجو الاولاد يلا اها لكواتني كان منتي لكواتني زيدو فيا في العضا في العضا يا لزاتني يا حبيبه لزاتني ما تحكي لي على الاصحاب على الاصحاب تحكيلوش على الاصحاب برو تحكيلوش على الاصحاب انا بيدي ديما نحكي لك على الاصحاب باش جست نقول لك حاجه برك الاصحاب راي صعيبه الكلمه صعيبه برشا دونك كي باش تفهمها كلمه صاحب باش تعرف اني مكثريه العباد اللي في بالهم بيك في بالك بيهم صحابك راه مش صحابك برو من الاخر فاتينا من المدرك وحبس اللي تعدى في بلادي مونامي تشتعر بالغادرة تيلت اللي يادرة وتقولي سلامي يا استنى باش دبرة فاتينا من غابرة والكل عملاني اوكي كي تبدل النابرة ونرجعني بالبادرة في بالي تعشيف وين كبرت بين صديقي والحيوطة معانا تشيخ ميكانيك ديما مرزم بالكالكول حرق الفيو باش ما تموتش بالاوتوماتيك سرعة تجيك على الموتور الحومة تعاني مش تفير منا ترديك زبورة زبورة الولاد الفال اللقطة هذية برك انا واحد من الناس الشيخ عليها كصوت يعني الاوديو فهمتني كيفاش تسمع في زوز اصوات فهمتني كيفاش من عند سمارك اللي تدخل بعدك اما فرض الوقت تستمتع مركز ليرك ليه الولاد كالعادة لغة سمارة يذكر فيك برو منين جاي يذكر فيك كيفاش عاش وكيفاش متربي فين متربي تو سامبلومون متربي في الشارع دونك يعرف عيشة الشارع دونك يحكي لك عيشة الشارع ماذا بيك تصدق كان ما تحبش تصدق راك حر طلع تجيك على الموتور الحومة تعاني مش تفير منا ترديك ليش تقول كيف طلع واللي يقول يقول لاي بكيت علي بساعة جا تناتيك نحكي معاك فاسا فايف واللي موت يموت ابخيزان حكاية طويلة والوالدي ما يهموش عليك دنيا سيبك علاش وما يخافوا عليك دنيا صعيبة وهيك علاش راهم يخافوا عليك على والديك يا برو خمم في والديك برو اي قبل ما تعمل اي عملة خمم في والديك برو تو سامبلومون قبل ما تعمل اي عملة صغيرة ولا كبيرة اي عملة تحسها ما تربيتش عليها باش تعملها خمم في والديك رياكسيون تاعهم شي يجي حتى وكان ما يعرفوش يجي نهار ويعرفوا دونك برو دنيا صعيبة هيك علاش وما يخافوا عليك مشيت بعيد بلاد الناس خدت الاختار على السبيس عندك حق جملة اللوم عليك باتيمون كوبا شعلة وسيرين اتنيك شبه بخيزون في ريفيلي وديما نعيش الليل حكاية كليلة واللي تعدى ما نتفلتو بعيد عيش في فيلم ما يوفيش وهذا الجينيريك تخافي كونفل عيش في فيلم نعيش في فيلم ما يوفيش وهذا الجينيريك يا برو الفيلم تاع سمارة احنا بيدنا عشناه هو بيدو قالك راني نعيش في فيلم نعرف اللي لعبيت في بالها بيا نفلم اما هذاك هو برو نعيش في فيلم هذيك حياتي صاحبي يفلم وفيلم فهمتني شنقصد دم سيارتيزان وينك برو تجع مخدر باش تتفاض فما بوليتيك ماك تعرف نعمل اللي صغار حكمنا في الكيس لكواتني كان منتي لكواتني
يزيدوا فيا في العضا في العضا. تسرح برو معاك الفايب، تسرح معاك الفايب. زوز تراكيت ممتعين من عند سمارة الوليد، مو برجولي، ممتعين الوليد. مازالت دخلت ام سي ارتيزان اللي متوقعها حاجه شبابه، متوقع خاطر البيتات هذوما سلو وهذا يمشي عليه على الاخر. نساتني ويلا حبيبه نساتني، قول لهم شكون نساتنا سمارة وخاي، حتى انا نساتني. قول لهم، قول لهم برو، قول لهم الكل نساتها برو. ما تحكي لي على الاصحاب، على الاصحاب فاتينا من المدرك وحبس اللي تعدى في بلادي بنامي تشبع من غدرة تريد اللي يدرى وتقول لي سلافي. اش تعرف من غدرة وانت اللي يدرى وتقول لي سلافي يا برو؟ يعني انت يدرى، انت تعرف، انت اللي غدرت، فهمت؟ يا ما تقول لي سلافي، هذيك هي الحياة. بعد ما غدرتني تقول لي هكاك برو تيتي تطلع يعني تستنى باش تدرى ولا فاتينا من غدرة تطلع يعني تحسهم ما تتوقعش باش تسمع فلو هكاك، كلي ومش كلي حاجه اكسترا، بالعكس برو، كلي صغيره اما تعجب برشا، بسيطه بليتو برو. يظن لك الدخله برو. ليه حبوا يشوفونا انا بريزيكين دوبي وانا في البريزيل في الكولومبي دور بيرا وجامي طيحني انا غدرت مدامتي وما كاش اللي دور في الكيبورد كي دورش جامي طيحني غدرت مدامتي. هذا انا اللي نقول لكم فيه ديما برو، مش غدرت مدامتك، اما ناخذوك كمثال برو. توقع كل شيء في الدنيا هذه، توقع على غدره من الناس الكل، تو كي فهمتني كيفاش تطيح فيه الموضوع هذاك ويصير لك في حياتك تلقى روحك متوقع، دونك ديجا عارف كيفاش الامور باش تصير والحياه تستمر برو. شيرا دينا كونسومو بلامور وبلا فيرتي، حفظناهم كي الدروس كي الظروف مش فورتينا، حفظناهم دروس دروس برو، حفظناهم حفظناهم، نعرفوهم فاش قاعدين يعملوا، نعرفوهم فاش شنو يحبوا يسربيو وين يحبوا يوصلوا، وانا عاملين عين رات وعين ما راتش، خاطر ما عندك علاش باش توحل معاهم. يدهم صاحبي خلي شيخ روحي بيبا ولا كتبتي ولا قلتي لامبيرتي ما تبعدناش معليش تي درتيها. وقت يجري وانا بوه بوه يموت القار ونزيد ندور ندور دير شلاري. يا برو يا برو عباد قتلت رواحها صاحبي بالشيء هذاك والشيء هذاك، ما تنجمش تلومهم، اما فرد الوقت ما تعطيهمش عذر باش يستعملوها، اما ما تنجمش تلومهم برو، فهمت؟ العباد اللي يموت القار وتشعل خوه راه ورا بعض وشيء، نحكيو زطله نحكيو دخان نحكيو اللي تحب برو، عباد راهي قتلت رواحها، هذا الكل مناش برو، انت تعرف مناش انا بوه انت تعرف مناش دور دير شلاري ديما مدور نهاري فوتوكوبي الخور وقت يجري وانا بور يموت القار وزيد ندور دير شلاري ديما مدور نهاري فوتوكوبي الخور عبالي ذوك الدنيا دور واللي مشى يجيبو دورو بلا ما تحصلي اللي مشى يجيبوا الدورو يا برو يا برو الدورو يجيب يجيبوا مع الركايب والله قبل انا وحدي سولو ومقبل انا وحدي سولو برو كملها وحدك كيما بديتها وحدك توطوش سطا وشيرة ماماي اليوم صار طويلة ورا المايك خاصني التأشيرة ماماي الويد ما صار طويلة ذا نايت مش سطا وشيرة ماماي اليوم صار طويلة ورا المايك خاصني التأشيرة ماي لايف الويد ما خاصني التأشيرة ماي لايف ذاتس افاكت قصة طويلة ذا نايت لكواتني كان منتي لكواتني زيدو فيا في العضا في العضا سويتش بيناتهم الرفراكي كيما قلت لكم بالاول راهو ياسر كاتشي كيف كيف ام سي ارتيزان يعرف اش قاعد يعمل على الاخر كيما توقع عليه حاجه مش عادي نساتني ما يلحقي بالنساتني ما تحكي لي على الاصحاب واللي نساك انساه يا برو باش نجم تكمل حياتك على الاصحاب فاتينا من المدرك وحبس اللي تعدى في بلادي بنامي
تشتعل بالغدا تعيد اللي يادرا وتقول لي في لافي والله والله انت اللي يادرا يا برو تستنى بشتابرا والله وتستنى في شتابرا وباز بشتابرا برو اسمع يا اسمع يا شف 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 تراكي ما تراكيتي انا واحد من الناس نفايبي معاهم نشيخ عليهم على الاخر وبرجو لي ام سي ارتيزان زد كيما نقولوا تراكك اللي حسنوا اكثر واكثر البارت متاع سامارا ماهيش ناقصه بالعكس شبيبه كيما توقعناها وبلقوا اكثر من التوقعات اما فرد الوقت ام سي ارتيزان برو بفلويتو بتدي الفلويتو الغدره متاعو الدخله متاعو وحده شبيبه وشبيبه على الاخر رفران كاتشي فايب كاسح ليريكلي شيء ماتشي الكلام اللي يقولوا فيه اللغه اللي يحكيوا عليها شيء اللي يوصلوا فيه موجود منه ومن غادي والزوز تفهم اللي نفس الموضوع برو دونك صاحبي اش خير من هكا الولاد قلت لكم تفيتيت كيما هكا الزبره اكثر واكثر واكثر في كلتا الحالتين اشترقونا ديما موجودين الولاد وهكا نكونوا كملنا سمارة اوتوماتيك تفيته هو وام سي ارتيزان رايكم يهمنا برشا دونك حطونا في الكومنتيرات شنو رايك صاحبي كلامي صحيح كلامي غلط عجبتك الرياكسيون ما عجبتكش الرياكسيون عجبك التراك اهم حاجه ولا ما عجبكش تحسو ناقص تحسو زايد مرحبا بيك يا برو الكومنتيرات راي دارك دونك اكتب اللي تحب وانتقد ديما باحترام وشيخ روحك يا برو على كل حال الاولاد هكا نكونوا كملنا رياكسيون نتقابلوا ان شاء الله في اقرب وقت ممكن كما قلنا ما تنساوش اكل لايك واكل بارتاج واكل سبسكرايب ويرحم والديك من فوق يا برو وسبسكرايب كي نقول لك سبسكرايب راهو مش في شين برك في الشين هذه والشين الثانيه اللي هي بيجي رياكتس واللي هي في اول يا في الديسكريبسيون ابط شويه برو اعمل طلة تتلقاها الموسيقى موجوده في الزوز بلايص الاولاد وبقدره ربي ماناش باش نغيبوا عليكم كما قلنا صاحبي في اول رياكسيون راني ديجا كي اللي فهمت محتحت شويه واحد مريض شويه اما كيما قلت لك برو مادامكم طالبين الموسيقى ما نخيبوش عليكم صاحبي هذا شيء تهنئوا منه بيان سور كيما قلنا في الزوز شينات دونك واحد كسبسكرايب وكل نوتيفيكاسيون في الزوز شينات باش كل ما طابت لك موسيقى ورياكسيون كان مش موسيقى برك فما حاجات اخرى بقدره ربي جايه تلقى روحك في الموعد يا برو نتقابلوا الاولاد كيما قلنا في اخر وقت ممكن عندكم الانستغرام موجود كيف كيف في الديسكريبسيون عندكم تيك توك بقشيش كل شيء موجود بيج رياكشن موجود والفوضى ديما موجوده الاولاد ما نساوش موضوع العاده موضوع اهم قضيه فلسطينيه اخواتنا فلسطين نذكروا بالقضيه لدموها باللي نقدروا تحيا فلسطين دائما ابدا وبيس يا برو